اللي احنا بناء شيعة امير المؤمنين ان شاء الله خلصنا خلاص كامل للدين والمرجعية وقيادتنا، خاصة احنا قيادتنا بدر. نشوف الان كل واحد منشغل بعبادته. حقيقة أنا أتكلم عن نفسي، وجدت كثير من الشخصيات إحنا طلقنا عوائلنا ودسنا على الرجلين كل ممتلكاتنا، كل ما نملكه بالحياة. إحنا متوجهين للشهادة، إحنا نبحث عن الشهادة بأي صورة ونبحث عن النصر. فإذا أجت الشهادة اللهم رب ارزقنا الشهادة. أنا بالأهوار عشيت، والله سبحانه وتعالى أصدقائي سجلوا أنا لحن عاشق الشهادة. أنا أخاف من سوء العاقبة، أريد حسن العاقبة، أريد أحسن عاقبتي بالشهادة. ما في شيء في حياتي بعد أحبه غير الشهادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الشهادة، لأن التكريم إذا أراد ربي يكرمني ويوفقني، واللي وفقني وخلاني التحقت بالمجاهدين من أول يوم، هذا شيء حقيقة أنا أفتخر به. النساء وحبنا الديار، احنا ما لنا بعد عندها. حقيقة انا اتكلم عن نفسي، وجدت كثير من الشخصيات احنا طلقنا عوائلنا ودسنا على الرجلين كل ممتلكاتنا، كمان ملكة بالحياة. احنا متوجهين للشهادة.